إذن مشاهدينا، قبل وقت قريب بدأت نفرة الحجيج من صعيد عرفة للمشعر الحرام مزدلفة. هذا الفيديو لأحد الحجاج يوثق لحظات النفرة، خلونا نشوف. الحجيج نفروا بالدعوات ويعني بهذه المشاعر الفياضة الكبيرة حقيقة، يعني من يتواجد في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن لا يستطيع وصف الشعور، فكيف إحنا اللي نشاهدها من على بعد. أتوك شعثا غبرا منكسرين من كل فج عميق، تغريدة جميلة وصورة أجمل، ونشوفها معاكم. منصور رقيبة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي نقل خدمة مختلفة لحجاج بيت الله الحرام وغريبة نوعا ما، خلينا نشوفها معكم. طيب، من حساب التواصل الحكومي فيديو يتحدث عن 49 مبنى إداري جهز لخدمة حجاج بيت الله في فترة الحج فقط، خلينا نشوف. نعيم البكر غرد في تغريدة على تويتر أتموا عملهم واتجهوا بالدعاء. حقيقة شكرا لرجال الأمن، شكرا لا توفي كل من خدم وتطوع وساعد واحتفى أيضا بحجاج وضيوف الرحمن اليوم. نشوف هالصورة. أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اللي اعتاد كل عام أن يقف ميدانيا على سير خطط الحج ويرافق الحجاج في رحلتهم، هذا الفيديو نختم به وهو يظهر متابعا وشاهدا على جمالية المنظر في صعيد عرفات وقت سقوط وهطول الأمطار.